السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع، لقناتكم دمرائي موبيلي. في هذا الفيديو هذا جبت لكم شقق في قلب مدينة تميرة بأفضل الأسعار بحكم تجربة ديالي في مجال العقار. كما كتلاحظوا هذه العمارة هذه مكونة من ثلاث ديال الطوابق في طول إنجاز R+3 مع مرآب تحت أرضي مع واجهتين مشمسين اللي كيخليو الشقق يبقاو مشمسين على طول اليوم. النصيحة ديالي دائما للإخوان اللي كيبغيو ياخذوا العقارات من طرف ديالي، خذوا ديما الشمس اللي كتخليكم تبعدوا على الأمراض التنفسية وزيارة الأطباء، وكذلك اللي يقدر أنه يبعد على الربا من الأحسن ليه. في النموذج هذا هاد العمارة هذه راه وصلت المرحلة ديال لي كرون زوفل اللهم بارك. فبالنسبة لكل طابق كتواجد فيها جوج شقق سكنية إضافة لاكور انتيريور اللي كيتواجد في الطابق الأرضي. نتكلم لكم على المساحة. بالنسبة للمساحة ما شاء الله يلي واحد المساحة كبيرة تبارك الله، كتقدر ابتداء من 85 متر مربع. وندوز لكم الثمن. بالنسبة للثمن راه هوتا غير 44 مليون تقدر تشري في أحسن منطقة اللي هي استراتيجية بمدينة تميرة بالقرب من تقاطع شارع دوبل فوا ديال الحسن الأول وشارع طارق بن زياد. أما بالنسبة للشقق راهم سومي فيني مع واجهة مفينية والأجزاء المشتركة الدروج والسطح حتى هما راه فيني. أما طريقة الأداء فهي عبر دفعات عن طريق الموثق اللي كتبقى 100% قانونية. بالنسبة أهم شيء في هذا الأوفر هذا كيبقى الثمن مناسب اللي كيشجع الشباب والعائلات أنهم يمتلكوا شقق الأحلام ديالهم في مكان حضاري بالقرب من جميع المرافق العمومية والمواصلات. من أجل التواصل معنا مزيد من المعلومات حول طريقة الأداء أو المكان تواجد الشقق، المرجو التواصل عبر الهاتف 06 67 67 66 05.